دلالة إطلاق اسم ريان على قاعة تاع مجلس الوطني الحقوقي؟ سؤال مهم. يعني باش المجلس الوطني يطلق اسم المرحوم ريان على 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 واحد القاعة اللي غتكون معدة أساسا لاستقبال الأطفال ضحايا الانتهاكات، أنه كنعطيو رسالة للسلطات العمومية باش يهتموا بحقوق الطفل، جميع الحقوق ديالو في الصحة، في السلامة الجسدية، في التعليم، جميع الحقوق المتعارف عليها دوليا واللي كاينة في حقوق الطفل في اتفاقية حقوق الطفل. بالنسبة للأطفال اللي غتستقبلوا، كيفاش تتم هذه العملية؟ هذه العملية يمكن غنميز بين يعني طريقين أساسيين. الطريقة الأولى كتكون مباشرة، أن الطفل كيتقدم أمام الآلية، سواء الطفل أو وليه القانوني أو حتى الغير يتقدم يعني بشكاية مباشرة. هذه الشكاية يمكن تكون مكتوبة عن طريق المجلس الوطني أو اللجنة الجهوية، ويمكن تكون عبر واحد طريق ديال التشكي عن بعد اللي أعدته الآلية يعني بواحد السهولة. يمكن للطفل أنه يدخل لواحد الموقع الإلكتروني يتقدم بشكاية والمرفق، وكان جاوبوه بنفس الطريقة. هذه فيما يتعلق الطريقة المباشرة. الطريقة الثانية في إطار التصدي التلقائي، يمكن الآلية فوق ما وصل إلى علمها أن كاين شي انتهاك لحقوق الطفل عن طريق الصحافة المكتوبة، وسائل التواصل الاجتماعي مثلا الفيسبوك إلى آخره، تويتر إلى آخره، يمكن لها تدخل في إطار التصدي التلقائي وتباشر جميع التحريريات وتستمع لكل من يمكن أن يفيدها في البحث. فهذا الإطار يمكن أنها تصدر توصيات باش تعالج ذاك المشكل وتصيفط للسلطات المسؤولة على الانتهاك.